كست بيت عايزه دلوقتي ابدا في مشروع تربيه السمان. ليه انا بدات البدايه دي؟ انا عارفه انه يعني عالم او ملف السمان ملف كبير جدا، لكن انا بدات البدايه دي لانه فكره ارتكاز حضرتك على الامراض وعدم الاصابه بالامراض دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. فابدا منين؟ ايه الامكانيات اللي ابدا بيها وايه المساحه اللي ممكن ابدا عليها؟ طيب تمام. هو شو حضرتك الاول يعني بدايه احنا قلنا الامراض الفيروسيه، لان الامراض في امراض فيروسيه وفي امراض بكتيريه وفي امراض نقص غذائي. الامراض النقص الغذائي غالبا بتيجي لما بيكون العلف مش كويس او مش متزن او مش كامل. يعني الامراض البكتيريه هو يعني شويه بيصاب بالامراض البكتيريه، لان هو برضو يعني التعامل مع الامراض البكتيريه، البكتيريا بتتنقل في كل مكان، موجوده في كل مكان، وخصوصا ان هو يعني في انواع من البكتيريا زي الكوليستيريديا، والكوليستيريا دي معروفه ومشهوره جدا جدا. غالبا لما بيتم تحضين السمان في مكان والمكان بيبقى مقفول وفيه رطوبه عاليه فبيحصل اصابه بالكوليستيريا ديت. يبقى احنا قلنا الامراض الفيروسيه السمان ما بيصابش بيها خالص، لكن الامراض البكتيريه بيصاب بالكوليستيريا دي. عشان كده الست وهي بتعامل لازم المكان يبقى نظيف، ودي يعني بديهيات. الست المفروض في البيت المكان ما يبقاش فيه يعني المكان اللي فيه السمان ما يبقاش فيه رطوبه عاليه، دايما انشف مكانه، احاول بقدر الامكان اهويله لما تبقى درجه الحراره كويسه. التربيه السمان ممكن يتربى في اي مكان، يعني هو السمان اصله هو الطائر حجمه صغير، واحنا عندنا في معهد البحوث والتاكل الحيواني عاملين سلاله جديده، ويمكن دي اللي حضرتك بتعرضيها. سلالة ليها مميزات كتيرة جدا جدا بعد ما عملنا تحسين فيها، وكان شفنا دعم، خدنا دعم كتير جدا جدا من الدكتورة شيرين عاصم وكيلة المركز. يعني عملنا حاجة حلوة، حاجة كويسة، يعني حاجة كويسة للناس كلها. وبرضو عندنا السلالة اللي احنا عملناها ديت يعني اتاخدت واتعمل منها رسالة دكتوراه دلوقتي، واتاخدتها المحطات وبتعمل لها تكاثر. بالنسبة بقى للست اللي في الريف، الست اللي في الريف لو عايزة تربي تعمل ايه؟ لو عندها اي مكان، يعني تخيل حضرتك ان هي لو عندها متر بس، ممكن في المتر ده تربي 100 سمانة. اخد بالحضرتك السمان لما بيتربى في العمر الاولاني محتاج عناية كويسة، لان هو طائر حجمه صغير بيبقى 9 جرام، فالحجم الصغير ده محتاج عناية كويسة، ومحتاج ان هو لما تيجي تربيه تحاول بقدر الامكان ما تربوش كله في، يعني لو هتربي في متر مثلا 100 في متر، ما تخليش المية كلهم في المتر، لا تعمل تقسم الحاجة حتى ولو بكرتون أو بخشب عندها ولا حاجة، بحيث أنها مثلا تقسم المكان مثلا 6-7 أقسام وكل قسم تحط فيه شوية. لأن هو مشكلة السمان أن هو لما بيتربى مع بعضيه بيجي يتزحم على بعضيه فبيموت، بيحصل نفوق فيه من كده. يعني هو مشاكله في الرعاية مش في الأمراض الفيروسية. جميل. طيب في فرق بين ان انا مثلا ممكن التربيه تبقى في البدروم فوق السطح، لان ده سؤال بيبقى متداول جدا في فكره التربيه الريفيه. يعني هو اي مكان ممكن فيه، بس اهم حاجه طبعا زي ما قلت لحضرتك حجمه صغير جدا، فممكن اي حيوان صغير زي الفيران ولا الحاجات اللي هي بتبقى موجوده في الريف ممكن ياكله. فهو اي مكان معزول، وهي الست في البيت او المربي الصغير الله يربي، لو عارفه او عارف ان المكان ده في مأمن يربي في اي مكان، ما فيهوش مشكله، فوق على السطح، في اي حته، في البلكونه. طيب احنا عندنا في الدواجن دايما بنقول ان احنا عندنا نوعين من الدواجن، دواجن تسمين ودواجن بياضه. مزبوط. عندنا ده كمان في السمان. تمام. هو طبعا الدواجن التسمين بتتربى وبتبيض برضو، والدواجن البياض دي بتبقى مخصصه لانتاج البيض. السمان زي ما قلت حضرتك يمكن هو بيميز عن كل الطيور، وتلاقي حضرتك في كل حتى في يعني مثلا نلاقي الطيور البياضه، هل انه مميز عن الطيور البياضه؟ مميز في ايه حضرتك؟ انا لما باجي اربي الطيور البياضه بروح جاي في الاول مربي عادي خالص، وبعدين بستنى لمده 150 ل 160 يوم عشان الدجاج يبيض او الفراخ اللي عندي تبيض. تمام؟ لا السمان مش كده. السمان انا ممكن اربيه لانتاج اللحم بحيث ان هو يوصل عندي 35 يوم، 5 اسابيع، ومربيه لانتاج اللحم عادي، واجي بعد 7 اسابيع الاقيه وصل لانتاج البيض. المسافه ما بين ال 35 و7 اسابيع 49 يعني من 12 يوم، فبيوصل انا وصلته لانتاج اللحم
وهتبعه عند عمر 35 يوم. المسافه ال 14 يوم اللي هم الاسبوعين دول بيدخل خلاص في انتاج البيت، فبقت المسافه قصيره. انا النفقه بتاع ست البيت هتبقى قليله جدا، يعني انا ممكن اروح مربيه انتاج اللحم السمان واروح مدخلاه برضو بعد ما اخلص اخد اللي هتبعه الزياده منه والزياده من الديوك بتاعت السمان واروح مدخله لانتاج البيت. في الفراخ لا، الدنيا مش كده، الدنيا مختلفه خالص خالص. في الفراخ بنلاقي ان الفرخه بتيجي الست مثلا عند عمر 8 اسابيع ولا حاجه، بتيجي تاخد عشان تذبح، وبعدين تستنى من 8 اسابيع لحد 22 اسبوع عشان تدخل في انتاج البيت. المسافه دي واسعه وكبير قوي قوي، وبيحتاج تكلفه كتير جدا في التغذيه وفي الرعايه، غير السمان خالص زي ما قلت لحضرتك. جميل. البيض السمان يعني نقدر نقول عليه بيض مائده ولا لا؟ هو بيض السمان يعني برضو زي ما قلنا في الاول، احنا لما نيجي نقارنه بكل الطيور بنلاقي كل مميزات مقارنه بكل الطيور. احنا دايما عندنا في الـ في الـ في البيضه في اللي هو الالبيومين بتاع البيضه اللي هو البياض، تمام، وفي الصفار. ميزه بيض السمان في ايه؟ نسبه الصفار عاليه فيه عن الدجاج، يعني الصفار في بيض السمان بتوصل 33 ل 34%، في الدجاج بتبقى 27%. القيمه الغذائيه بتاع البيضه كلها تقريبا موجوده في الصفار. البياض اللي هو الالبيومين او البياض بتاع البيضه بيبقى قيمته قليله جدا، ما فيهوش املاح معدنيه، ما فيهوش فيتامينات خالص، لكن الصفار كله بيبقى الفيتامينات موجوده فيه والاملاح المعدنيه فيه. فلما بتزيد نسبه الصفار اكيد بتزيد القيمه الغذائيه كتير كتير جدا عن الدجاج زي ما قلت لحضرتك، لان الصفار دايما بتبقى كل المواد الغذائيه موجوده فيه، فيتامينات واملاح وبروتينات مهمه جدا جدا مقارنه ببروتين البيض.